قال إذا صلحت البواطن أصلح الله الظواهر. طوالي باطن دان صلح الظاهر طوالي شنو من صلح. عشان كذا استدل بالحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي شنو القلب. زول تلقاه قلبه يا جماعة والله غريب ده يلاقى الله كيف. زول قاعد في كرسي عجوز بعكاز وجاء المسجد زول يقوم يتكلم في التوحيد يا أخ ما عجبك الكلام ده طوالي شيل عكازك واتكي وابقى شنو مارك. لا ما بيمرك ساي إلا يوقف الحق وديل بندموا بعدين تقال بندموا كيف. قال تعالى في القرآن في سورة إبراهيم صفحتين الأخيرات قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الأبصار دي بتشخص لما يحصل خوف هجمة. الصفحة البعادة طوالي الأخيرة مهطعين مقنعي رؤوسهم افترازنا الرافعين في الدنيا دي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب شنو دي دعوة الله. ما قال نجب دعوة فلان. دعوتك دي دعوة الله ذات الإتابات تستجيب لها في الدنيا. نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إنتوا ما حلفتوا قلتوا قاعدين في الدنيا دي ما بتمروا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. قلتوا بس نحن قاعدين هنا الله شالكم طوالي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني ظلموا أنفسهم قبلكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ما اعتبرتم يوم وضربنا لكم الأمثال برضو ما اعتبرتم. قال لك وقد مكروا مكرا. المكر ده التدبير في الخفاء. في ناس بحفروا للدعوة دي في الخفاء انت ما بتعرف. الله قال وقد مكروا مكرا وعند الله مكرهم اطلع عليهم. وعشان ما عارف المكر ده ما سهل. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ده تخطيط لضرب الدعوة دي كأخذته في الجبال بالزول. بعد ده الله ثبت الدعوة. ده ما موضوع عظيم. عشان كده يا جماعة انتوا في نهاية الأمر في ناس كتار الحق ده شايفينه باطل والباطل شايفينه حق. قال تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. في الدنيا شايفينه الناس شر. دي في تفسير ابن كثير قال هذا أبو جهل يقول أين بلال أين ابن مسعود. أبو جهل في النار عايم في النار جت ما لقى ابن مسعود معناه وين في الجنة عايم ما لقى بلال. وين بلال وين ابن مسعود ما جو الجنة وانت قاعد في جاي. لا ما نحن شايفين انه اشرار في الدنيا. لا انت ما شايف غلط. قبل اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. الله قال ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم. شفت التوحيد ده خبر عظيم والاخبار دي عن النار والقيامة عظيمة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو عظيم وأنتم عنه معرضون. لذلك يا جماعة الناس العالم ده يتعلم الدين ده التوحيد ده والسنة ويشق الدرب ويتعلم وقد وما بكون محيط قد ما يحيط بالعلم كله لأنه في النهاية بتخفى عليه أشياء. قال بعض التابعين كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي قال بعضهم من أجاب عن كل سؤال فهو مجنون. أي سؤال الدولة بس يجاوب وجازفة بس سريع كده يقول له عليك الله اسمع الأيام دي أها البنزين ده صف في ناس بيجيبوا باغات ما بدون إلا يدفعوا حكومة شنو لا بيجوز ما بجوز سايتها وفت حاجة ما جابها جديد. وين تحرير العلماء وين الكلام بس بتفتي زايته ما في ورع في الدين بس كذا يقول الله أعلم.
تاني بعد الله واحد. واحد قريب منك يسألني السلام عليكم، بيجيب لي زي لذات غريبة، أقول له الله أعلم ما عارف. تاني مرة سألني سؤال قلت له ما عارف، بعد فترة سألني سؤال قلت له ما عارف، يا قال أنت ما عارف أي شيء، قال لي أخير ما عارف أي شيء. شفت دي أقول لك هذه في الدنيا واستفيد منها، أمشي أتعلم واجتهد من عارف أي شيء وتورط. أنت جاي تمرق وأنا أتورط بغادي بس الحقب الباطل ده يشوفه عالي، زول باركوه ده يشوفه تمام، يقول لك يا أخي شوف الزول ده ظريف كيف. المداحين بيقعد يمدح التريرين شغالين تل 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 وقاعد، ويطلع المنبر يردم الحكام، ظريف ده زول الله غريب مرة واحد، ويجيبوه في التلفزيون مسلسلات كيف تجوز في ضوابط شرعية، مسلسلات عادي تجوز. بقى مداحات، قال لك مداحات واحمر شفايف وتوب كيف، واحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك. انت كنت بتحبي ما تتبعيهم وماشيين لك قدام لحد يقول لك يا ماحي الذنوبي سلام عليك. يوم ذاك سجلت خشيت الرادي جابوها بصوت زول بألحان بتاع غنى وموسيقى تورورون وحاجات، سجلتها في النهاية قلت يوم أشغلها للناس يرقصوا في الجامع ساي. مزحتها ثاني توكلتها مزحتها والله موضوع طويل. طيب قال وصار من أنكره وعاداه، البنكر العلم النظيف، الزول اللي بيخلط الحق بالباطل ده بشوفه عالم. والله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم شنو تعلمون، ما بجوز. وصار من أنكره وعاداه، أنكر العلم الصافي وعاداه، وصنف في التحذير منه، صنف في التحذير من التوحيد والسنة والحق والنهي عنه، هو الفقيه العالم بحارب الدين ده يشوفوه فقيه وعالم، نسأل الله العافية.